السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا تتمة ديال الفيديو اللي صورت معكم البارح تحت طلب ديال العديد من الاخوات، كيقولوا لي صوري معنا هكذا الاجهزة الالكترونية والاجهزة الكهربائية. وغادي نبدا معكم ان شاء الله بسم الله على بركة الله. اول حاجة بديت بها هو هذا الجهاز ديال القهوة، بالنسبة لهذا راه كان 170 درهم، دابا رجعوه تخفيض الثمن ديالو، حاليا ولا ب 130 درهم. كاين تخفيض كبير في هذه الاجهزة الالكترونية في اسواق السلام، وكذلك واحد الفقره غزاله في الاخر ديال الملابس، واحد التخفيض اللي كيبدا ابتداء من 9 دراهم. كاينه هاد البانينيه هادي من لا ماك توريس، بالنسبه لهذه الثمن ديالها كان 370، رجعوها ب 290 درهم. كاين هاد كيجي يعني بلاك ديال الفرنو، ولتحت كاين الفران كما كتشوفوا، زوين الصراحه د الله، دايرين فيه واحد التخفيض اللي زوين. هذا لا مارك ديال سيره، وهذا الباب هذا الجهه اللي كتحط فيها البوطه كما كتشوفوا، فيه خمسة ديال الريوس، واللي بغى يدير كريدي يوقف الفيديو ويشوف على خاطره. وبالنسبه للثمن الحالي هو 5080 درهم، كان كيدير 5400 درهم. كاينه هاد الفراير ديال لا مارك توريس، فيها واحد التخفيض اللي زوين، زائد كتاخذوا معاها واحد الباتور، بالنسبه للثمن الاصلي كان ب 1700 درهم، ودابا في التخفيض رجعوها ب 1300 درهم. وكاين تخفيض زوين في هاد الاير فراير هادي ديال لا مارك ديال الاسواق السلام كما كتشوفوا، هادي كانت كدير 1200 درهم، رجعوها ب 1000 درهم، فيها 8 اطر ونص. كاين تخفيض زوين في هاد الغلاية ديال اينوكس ديال لا مارك رويال كما كتشوفوا، بالنسبه لهذا راه كان كيدير 200 درهم، دابا رجعوه ب 130 درهم. المهم الاجهزه كاملين الكهربائيه ولا الالكترونيه كلهم فيها تخفيض. كاين هاد البوطه هادي حتى هي اللي كيجيو فيها 4 ديال الريوس، بالنسبه لهذه الثمن ديالها كان 1000 درهم، دابا رجعوها ب 800 درهم، يعني كيبقى ثمن اللي زوين بزاف. كاينه هاد البوطه هادي ديال لا مارك كاندي، هادي حتى صراحه الجوده ديالها رائعه بزاف، دوك الحدايد ديالها تقالين، بالنسبه لهادي كانت 3300 درهم، دابا رجعوها ب 2900 درهم، ولكن الجوده ديالها غزاله. كاينه هادي حتى هي ديال الزاج ديال لا مارك كاندي، بالنسبه للثمن ديالها كانت 3600 درهم، رجعوها ب 2900 درهم. كنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللايكات ديالكم الى عجبكم الفيديو، واللي ما مشتركش مرحبا به والف مرحبا. طبيعه الحال الى عجبتكم القناه، كاين تخفيض في هاد الطحانه ديال القهوه. بالنسبه لهاد الطحانه القهوه الا خديتوها بوحديتها كتقام لكم ب 200 درهم، ولا خديتوها مع هاد العصاره ديال القهوه هذه لا مارك سولاك، زوينه الصراحه. بالنسبه لهذه كانت ب 1400 درهم، ولا خديتوهم بجوج بهم راه غتاخذوهم ب 1000 درهم، يعني الطحانه وديك القطاره ديال القهوه. وكاين تخفيض كذلك في هاد لا ماشينا لافي، بالنسبه لهادي ديال لا مارك سامسونج فيها 7 كيلوغرام، الثمن الاصلي كان ب 4800 درهم، دابا رجعوها ب 4300 درهم. كاينه هادي ديال لا مارك سيرا، بالنسبه لهادي الثمن ديالها الحالي هو 3150 درهم، كانت كدير 3500 درهم. وكاين تخفيض كذلك في هاد لا ماشينا لافي ديال لا مارك زانيا، بالنسبه لهادي كانت 3100 درهم، دابا رجعوها ب 2850 درهم. وكلهم فيهم غارونتي، كاين ديال 15 عام، كاين ديال 10 سنين، كاين ديال كل وحده يعني وشحال فيها ديال الغارونتي. بالنسبه لهادي هادي لا فيسيل، بالنسبه لهادي كانت كدير 3200 درهم، لا مارك ديال سيرا، دابا رجعوها ب 2850 درهم. ها هو الشكل ديالها من الداخل، هادي لا مارك ديال سيرا، هادو كلهم فيهم تخفيض. كاينه هاد لا مارك هادي ديال ويربول، بالنسبه لهادي حتى هي فيها الغارونتي ديال 10 سنين، الثمن الحالي هو 5899 درهم، كانت كدير 6200 درهم، وزائد انكم كتربحوا معاها داك الهاشوار ديال لا مارك توريس. وكاين تخفيض حتى في هاد لا فيسيل، بالنسبه لهادي ديال لا مارك كاندي الثمن الاصلي كان ب 6000 درهم، دابا رجعوها ب 5500 درهم، يعني تخفيض ديال 500 درهم. كاينه هادي كذلك حتى هي ديال ويربول، هادي شويه صغيره، الثمن ديالها كان ب 4400 درهم، دابا رجعوها ب 3800 درهم.
كاين تخفيض كبير في هاد الاسبيراتور هادي كما كتشوفوا، هادي ديال لا مارك بوش. هادو كلهم سون ساك، هادو كيتغسلوا. بالنسبه للثمن ديال هادي 1350 درهم عوض 1699 درهم، نقصوا فيها تقريبا واحد 300 درهم اولا 350 درهم. كاينه هاد الاسبيراتور هادي حتى هي ديال لا مارك سولاك، بالنسبه لهادي الثمن ديالها 1300 درهم، كانت كدير ب 1800 درهم. كاينه كذلك هذه ديال سولاك هاد الزرقاء حتى هي، غير الجوده كتختلف. بالنسبه لهذه كانت ب 2200 درهم، رجعوها ب 1600 درهم. وكاينه هاد اللي فيها البيض والخضر حتى هي لا مارك سولاك، الثمن ديالها 1400 درهم. هادو كلهم اللي كتكون فيهم هاد يعني هاد الشطابه بحال هكا كلهم كيكونوا زوينين صراحه. انا عندي وحده صدقات لي صراحه الله زوينه. وكاين تخفيض حتى في هاد الاسبيراتور هادي اللي معروفه ديال لا مارك هوفر، هادي كنت قلت لكم انها عند الوالده ديالي صراحه زوينه، هادي ناقصين فيها 100 درهم، الثمن ديالها 1500 درهم. المهم هادو هما اللي فيهم تخفيض. وكنت باغا نكمل معكم لواحد الجهه، ساعه كانوا شي ناس واقفين تما فما كانش عندي كيفاش ندير. كاين هذا الباك هذا اللي كتجي فيه اير فراير زائد هاد العجانه. بالنسبه لهذا الباك هذا حتى هو فيه واحد التخفيض اللي زوين كما كتشوفوا. بالنسبه لها نتوما العجانه زائد داك الاير فراير الثمن ديالهم بجوج بهم 1700 درهم. وكاين تخفيض كبير في هاد العجانه ديال لا مارك توغيس صراحه، الثمن ديالها غادي يصدمكم. هاد العجانه هادي كتكون حتى 1500 درهم، يعني بزاف ديال الناس غيكونوا كيشوفوا الفيديو انهم خداوها وخداوها يعني بثمن زايد على هكا، وغتشوفوا الحجم ديالها يعني راها كبيره، كتكون دائما ما بين 1500 1400. دابا راها تخفيض كبير 1000 درهم. وحتى الحجم ديالها هنا راه عيطت للبنت الريسبونسابل اللي تما باش نسولها على شحال فيها من ليتر، حيت ما رديتش البال هكذا، ما كانش مكتوب في هاد الجهه، عاد وراتني قالت لي انه كاين في هاد الجهه هادي. انا غنزومي لكم وتشوفوا، هادي فيها 1200 واط وكتهز 5 لتر ونص، يعني التخفيض صراحه زوين. كاين تخفيض زوين في هاد اللولي هذا، بالنسبه للثمن ديالو 1149 درهم، كان ب 1400 درهم، نقصوا فيه 250 درهم. وكاين تخفيض زوين في هاد البيرو اللي الصراحه الجوده ديالو غزاله، كي كتجي فيه هكذا ثلاثه ديال الطبيقات من هاد الجهه هادي، طبيقه يعني كتجيب المجره وجوج كيجيو مفتوحين. شوفوا الجوده ديالو شحال زوينه. هذا دابا حاليا رجعوه ب 650 درهم. بالنسبه للثمن الاصلي راه كان ب 759 درهم. وهنا بغيت نشارك معكم هذه الفقره هذه اللي فيها تخفيضات غزاله. شوفوا هاد التريكويات اولا صوفيت ماس ديال الوليدات الصغارين، هادو يعني كيجيو فيهم غير الشهوره صراحه اولا حدهم عام. شوفوا الثمن ديالهم شحال، 9 دراهم فاصله 90، وكاين اللي غير ب 9 دراهم، كاين اللي ب 15 درهم. هادو كلهم دايرين فيهم تخفيض، هادو الناس طاروا بهم عرفتي. راه الجهه ديال الملابس راه فيها واحد عامره بالناس، كلشي كياخذ هكا الملابس هكا ديال الاطفال اللي دايرين فيهم تخفيض. شوفوا هاد الشكل شحال زويون، هاد اللي فيه البيض الخضادر، هاد الصفر حتى هويا البيض، مهم كلهم فيهم تخفيض. هادو هانتوما هاد الشكيلات كلهم ب 9 درهم فاصله 90. شوفوا هاد الكولون الجوده ديالو شحال زوينه، حتى هو 9 درهم فاصله 90. هادو كلهم ب 10 دراهم اولا 9 درهم فاصله 90، مهم يعني كلهم فيهم تخفيض. شوفوا هاد التريكويات ديال يقدروا يلبسوهم بنات اولا ولاد. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم كان كيدير 70 درهم، دابا رجعهم ب 40 درهم. كاين تخفيض في هاد الكسيوات هادو اللي كيجيو على شكل سولوبيت، فيهم شي ثلاثه الالوان حتى هما فيهم تخفيض، رجعوهم ب 49 درهم. شوفوا الثمن الاصلي شحال كان 150 درهم. راه معروف ان الاسواق السلام كتكون عندهم الاثمنه ديال الملابس يعني طالعه بزاف، ولكن ملي كيديروا تخفيض فراه كيديروا تخفيض، يعني كيكون عندهم الاثمنه ناقصه. هاد السولوبيت هذا ديال الجين سوا فيه طيات صغارين، كتجي مع داك السوفيت ما من التحت، بالنسبه للثمن ديالهم 70 درهم، كانوا بقاو فيهم حتى هما ماشي كميه كبيره.
ولكن الجهه ملي كتلقاو فيها 19 تسعود هذا كلهم خاويين، يعني قليل اللي عامر. هاد السوفيتمات هادو الطايات كبارين، هادو حتى هما فيهم تخفيض زوين، الثمن ديالهم 19 درهم. هادو 100% قطن، بحال دابا اللي كيبغي هكذا اللي كيبغي تريني ولا هكا، راه هادو غينفعو ديال القطن زوينين، كيشربو هكذا العرق. كاين هاد اللون هذا اللي فيه البيض والخضر حتى هو ب 19 درهم. هاد الشكل هذا حتى هو فيه تخفيض، ها نتوما هاد اللي فيه البيض والكحل والباج والبيض والزرق والبيض، هادو ب 29 درهم. ها نتوما كاين تخفيض في هاد الكسيوات هادو، كيجيو بحال الشكل ديال هكذا شوميزه شويه طويله، كيجيو لديدات ديالها على النص كما كتشوفوا. الثمن ديالهم 39 درهم فاصله 90، يعني نقول 40 درهم. كاين هاد الكسيوات هكا قصيصرين حتى هما راه فيهم تخفيض، فيهم حتى هما الالوان. بالنسبه لهادو على ما كنظن 70 درهم، انا غنوريكم الثمن ديالهم. هاد الكسيوه هادي راه غير الكول ديالها كان هابط لهنا، اما هي ما كتجيش عاود مفتوحه بزاف. ها نتوما ها هما الشكيلات اللي فيهم، هادو ب 69 درهم. دابا انا عاد ذكرت الثمن ديالهم وغنزيد ناكد لكم الثمن. شوفوا هاد الكسيوه شحال زوينه بالنسبه للبنات اللي ما كيلبسوش هكا الفولار، حتى هادي ب 69 درهم. التوب ديالها زوين وحتى الشكل ديالها كيبقى زوين. ها نتوما الثمن ديالها 69 درهم، قول 70 درهم. كاين تخفيض حتى فهاد السوفيتمات هادو، فيهم بزاف د الالوان، كانوا جمعوا واحد بزاف كيحطوا هنا مثلا 19 هنا 25 هنا، هادو كلهم ب 20 درهم. هذا تريكو سخيخن هذا بالنسبه للبنيتات، هذا طايه صغيره شويه ماشي كبير، كيجي فيه صديفات. المهم ملابس ديال الصيف كاملين كلهم فيهم تخفيض. هذه حتى هي ب 20 درهم، شوفوا شحال زويونه. وهنا غنكون ساليت الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم. الى وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش باللايكات ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.